سعيد إبراهيمي، رئيس مصلحة المكتبات في إدارة المطالعة العمومية، الإدارة العامة للكتاب، وزارة الشؤون الثقافية. بالنسبة للبطولة الوطنية للمطالعة، السنة في دورتها الثانية وزعنا فيها 130 ألف دفتر مطالعة، وهي موجهة لجميع الفئات العمرية من عمر يعني 6 سنوات فما فوق. تمر بثلاث مراحل، تقييم على مستوى المحلي ثم جهوي وتقييم على مستوى وطني. تهدف هذه التظاهرة إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة، وخاصة يعني تشجيع العائلات على ممارسة المطالعة فنا ويعني وإنتاجا. بالنسبة للمشاركة يعني إدارة المطالعة مع برنامج تفنن، كانت من خلال يعني أمناء المكتبات العمومية اللي شاركوا في مختلف يعني البرامج، وخاصة منها في الجهات.